هلا مرحبا ترحيب مكرم الضيفان حميد السجايا راعي القدر والهبة ترحيب من الجزرة تقدم باسم فحان بن مهاد رسل لكل طيب يمربة يا مكثر ترحبا ويا طيب ترتبا هلا مرحبا ترحيبة القدر والسلطان ترحيب شيخ ما يوفل ترحبا هلا مرحبا ترحيبة مكرم الضيفة حميد السجايا راعي القدر والهبة ترحيب للجزرة تقدم باسم فحان بن مهاد رسلك هذا الطيب اللي ما اختلفنا نهجه وطيبه ولا قولي يا خالد سوى قولي المليان يا بعدك عن المنقود والشك والربا يا كثر الجمال والمعارف والاحسان وعلم يجيبنا من شرواك يهربه مع فرحة عيالك هل القدر والنشر وهل فعل يشرف ولا الداعي تحكمه ابرسل جزيلة من الوجدان وبدبل المبروك من قبل الأجبة ومبروك يا نايف ومبروك يا فحان عسى براحكم دايم وتحضر بلا غيبة يا نسل الرجال مرجحت كافة الميزة الرجال تطول العز وعلى مراقبة دعاجيننا من كبرة وثور Thank you.
بيد الرب. Yeah.
المليان يا بعدك عن المنقود والشك والربا يا كثر الجمال والمعارف والإحسان وعلم يجيب النعم شرواك يهربه مع فرحة عيونك هل القدر والنشر وهل فعل يشرف ولا الداحل تحكمه أبرسل جزيلة التهاني من الوجدان وبدبل المبروك من قبل الأجبه ومبروك يا نايف ومبروك يا فحل عسب راحكم دايم وتحضر بلا غيبة يا نسل الرجال ما جحت كافة المزا الرجال تطول العز وعلى مراقبة يا مرحبا حياكم الله جميعا في أرسل أبناء فحان ونايف ونتشرف بحضور الجميع نسأل الله التوفيق لهم إن شاء الله في هذه الليلة والله يحيي الجميع إن شاء الله الله يحييكم جميعا ونتشرف فيكم والضيوف جميعا في زواج أبنائنا في حان ونايف والله يوفقهم يكتب لهم التوفيق بإذن الله في هذه الليلة المباركة ويا هلا ومرحبا بالجميع إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعت الله يمسيكم بالخير مبروك لأبنائنا الله يرزقهم الذرية الصالحة هو السميع العليم وإن شاء الله إن الله إن شاء الله يكتب لهم التوفيق حياكم الله الله يحفظكم ويحفظ ويحيي الجميع الله يحيي الجميع على مناسبة البنيخي سمعت ولا لا والله يوفقنا وإياهم يكتب لهم الذرية الصالحة هو السميع العليم حفظكم الله بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقهم ويسعدهم ويجعل بينهم المحبة والصلاح ويزيكم الذرية الصالحة يا رب أقول لهم مبارك عليهم الزواج والله يجمعهم بخير ويسعدهم في حياتهم القادمة والسلام عليكم ورحمة الله
Thank you.
جميل يعني. Yeah.
الذي لا اله الا هو بديع السماوات والارض الحكيم العليم، والصلاه والسلام على خير البريه محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، احييكم تحيه الاسلام العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا ومسهلا باسم قاري الحامل عبد الهادي الدعيان، الله يحييك تحيه السيد. السلام عليكم وسيم يا ابن العنبور يا ابن الروح الصحيح يا ابن القاضي علي بن عثمان. كل مرحبا ومشهد مرحبا مرحبا من الجو الطيب والكريم. يا هلا والله من جهلنا من جهلنا يا مرحبا يا مرحبا. أما الآن كلمة بمصر الحبل من الدكتور مشعل الرزاق الغربي في حوضة مشكورة. ينبت
في خطته للزواج او حتى الازواج الذين بات عليهم سنوات، لا بد ان ندرك ان الحياه لا تستقيم الا بالصبر، وان الانسان اذا لم يصبر على الاهوال هذه الحياه وما فيها وعظم ان الحياه والاسره لا تقوم والمجتمعات انها لا تقوم الا تحت امه واحده يبتغون ما عند الله ويشكرون رحمه الله عز وجل باتباع الله عز وجل والشريعه واتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكون الابناء ويدركون ان الابناء وتربيتهم لا تكون الا بعد ان تتطلب الزوجه وتتطلب على طاعه الزوج وتعرف حقوق الزوج ويعرف الزوج ايضا حقوق زوجته حتى لا يكون الخلاف وتكون حياته طيبه مليئه، ثم تستقيم الحياه من اب ومن ولد يتبعه ولد. فاسال الله ان يبارك في هذه الحياه في زواجهم، واسال الله ان نكون واياكم ممن يتواصون ويتعاونون على البر والتقوى. واشكر اخي الشيخ خالد واسال الله ان يبارك في جهوده وان يجعله يرزقه بر الابناء وبر الاحفاد وان يحفظ والده، واسال الله ان نكون واياكم ممن باركوا وتباركوا بهذه المناسبه. وصلي وسلم على اشرف خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والله يمسيكم بالخير جميعا. بارك الله ابو فيحان وعن الاخوان، الله يهنيهم ويبارك لهم. وصلت الدعوه اولاني اولاني عن الدعوة صدور عن حفل الأذان مفلح على السيف الشطير، أبتديها في سلام يعم بلا حدود للحفل، واللي حضر من كبير من صغير ما يقوم البيت ياكود في سمك العبود واحتكام الشور والشور من راس الشوير. أشهد بحكم عادل وبهقادات سور، أشهد بحكم عادل وبهقادات سور، يوم ناظر فالدول حولنا حنا بخير، يوم ناظر فالدول حولنا حنا بخير، في أمن ومال ربي وذبح كمال سعود، أهل العوجة على العدل والفكر المصير. حكم سلمان ومحمد علي بن الجدود للمعالي وصلونا وضم انف الحقير، قادة العالم بهالكون رغم انف الحسود، بالعدل والدين والشرع للعليا نسير، بعدها اعداد ما دعدع من الغربة نور. مرحبا عند ابن مهدرس راح القدره الكبير، عن فيحان ابو خالد 100 مره، وزور بزواج احفاده فيحان ونايف وشير الامور خالد الشهم كعله في الوجود، باسمها الترحيب اثنين مقطوع عن نظير في ضيوف الحفل كله على بند الوعود والترحيب الكثيرة، وشط ابن البعير وانت يا فيحان مبروك بالطيب محمود، يوم ناسبت ابن حيران رجل فيه خير، بالوفا والطيب والمجد صادقة بالوعود، كاس بالنعمين والنعم ما لهمه خشية
الحمدية الجميلة في حالة راجية أبناء فحام نادر أبناء الأخ خالد وفحام المهندس للشعر والفهد حصل مثل هالليل اللي به الشعر تدافع شعور ليلة العروس قال المساكين احنا اللي شاعر الشرق نوره نوره من لما من بعيد المليح حتى تعدي رياض القصور من عاية والجيمة شهري نور تحدى ويبهج اللي يزور كله العين مهدي البنت والهيل ابن مهدى سبب والسرور في الحال العيال المرة كما فيه الأيس العين المفعول الخروف سلام لروس الدار الحقيقي أهل الفخر مما ذاك بصورة في حفل قبل الاهتزينة المثيل خالد وخالد الله ذات مشكورة حرمة على الله في علو ولا دليل قبل الخيال الراس في حام شور أخوي هل ما في صفة جيل ولا يكون لها موقف
إلا أن أبارك للإنسان هذه الليلة ريحان ابن خالد ونايف ابن خالد، وأقول لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. أما المشاركة هنا على المنبر والداء مطلوب عند الإنسان Come on!
Shut up.
الشعر